في دبي من بحر جميرة، واحد من أجمل الشواطئ في دولة الإمارات العربية المتحدة. جايين نصيد اليوم، لكن شو نصيد؟ نصيد النيردلز. شو هي النيردلز؟ هذه جزيئات البلاستيك. متخيلين بحر جميرة من أجمل الشواطئ يعني وأنظفها وفيها بلاستيك؟ نعم فيها بلاستيك، وهي جزيئات صغيرة بنشوفها معاكم في هذه الحلقة. وأنا اليوم جاي مع مجموعة من المتطوعين. هذه المجموعة كلها قررت أنها توقف قدام هذا الخطر وتنظف الشواطئ وتنشر الوعي، لأن كل واحد من بلدة مختلفة ودولة مختلفة وبيرجع على مكانه وبينشر الوعي عن خطر جزيئات البلاستيك.